اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المصريه في كل مكان، وحلقه جديده من استاد العرب. استاد العرب لكل العرب زي ما احنا متعودين، بنطلع لكم كل اسبوع يوم الخميس من ماسبيرو، استوديوهاتنا في ماسبيرو اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالقاهره. بنحاول ان احنا نجيب كل الاحداث الرياضيه على الساحه العربيه من اسبوع لاسبوع ونحللها بالتفصيل. احنا ابتدينا يعني في برنامج استاد العرب من فتره ان احنا نخصص حلقات معينه للرياضه في احدى الدول العربيه. عملنا حلقه خاصه بدوله الامارات، وعملنا حلقه خاصه بالمملكه العربيه السعوديه، والنهارده عندنا حلقه خاصه ومميزه عن مملكه البحرين. فريق العمل في برنامج استاد العرب انتقل الى مملكة البحرين وعمل مجموعة من اللقاءات وحضر مجموعة من الفعاليات الرياضية سواء كرة قدم او حاجات تانية هنتكلم عنها في البرنامج. والنهاردة هنعرض الاحداث برنامج استاد العرب حضرها في مملكة البحرين خلال الاسبوع الماضي، وهنشوف ايه اللي حصل ونتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل. بيسعدني ان انا يكون معايا الناقد الرياضي المعروف الاستاذ جودة ابو نور، ناقد الرياضي بجريدة الاهرام والمحلل الفني للبرنامج. اهلا بك يا استاذ جودة، والحمد لله على السلامه. اهلا بك يا دكتور، وحشتنا والله في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. الله يخليك يا استاذ جودة. استاذ جودة، يعني انا عارف ان حضرتك كنت في البحرين بتحضر مباراه نهائي كاس ملك البحرين، وليك يعني تجربه برضو مع الكره العربيه عموما والبحرين خصوصا في زيارتك الاخيره، هنتكلم عنها بتفصيل. والاول قبل ما نبتدي بنهائي كاس ملك البحرين، عاوز اعرف انطباعك عن الرياضه البحرينيه بشكل عام في الاول قبل ما نتكلم عن كاس. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول يا دكتور، يعني واجب ان احنا نقدم الشكر والتحيه يعني شعب البحرين ومملكه البحرين والمسؤولين عن الرياضة في البحرين. حقيقي احتفوا ببرنامج استاد العرب، وكان يعني معاملة جميلة جدا جدا، سهلوا مهمة البرنامج في انه يعمل الشغل بتاعه. طبعا معروف ان الدعوة كانت جاية من اللجنة الأولمبية البحرينية، فالأستاذ عبد الرحمن عسكر أمين عام اللجنة الأولمبية كان يعني فعلا على مستوى المسؤولية كمسؤول رياضي بحريني، ساعدنا جامد في عمل الشغل. لم يقصر مهمة نقول استاد العرب على اللجنة الأولمبية البحرينية، لا يعني كاميرا البرنامج سجلت وصورت فعاليات رياضية كتيرة جدا في البحرين. وعلى فكرة يعني من حسن طالع ان مملكة البحرين كان يعني عندهم فعاليات كتيرة جدا، يمكن في الوقت ده أكيد. في الوقت ده وعلى طول السنة يمكن بيعملوا يمكن أكتر من 300 فعالية في السنة، يعني بمعدل فعالية في اليوم كده في أيام السنة. تمام، وفعاليات مختلفة مش رياضة معينة، كل الألعاب الرياضية سواء أولمبية أو غير أولمبية عندهم فعاليات. كل الألعاب يعني فعاليات، وبصراحة بتتعمل بشكل منظم وبحضور جماهيري وبحماس، وتحس فعلا انك انت يعني البحرين ما فيهاش غير الرياضة. تمام. بس لكن طبعا هي فيها حاجات كتيرة جدا يعني. اكيد. طيب خلينا استاذ جودة نبتدي بالنهائي كأس جلالة ملك البحرين، والمباراة النهائية كان فيها نوع من انواع المفاجآت المعروفة عن بطولات الكأس. كانت المباراة بين فريقين، الرفاع الشرقي والبوسيتن. بوسيتن صح كده؟ البسيتين. تمام. والبسيتين اللي هو بطل الدوري الموسم اللي فات، يعني فريق قوي. والرفاع الشرقي من الانديه اللي هي مش معروفه قوي بالنسبه للمشاهد العربي، يعني ممكن تكون معروفه في البحرين لكن مش معروفه قوي بالنسبه للمشاهد العربي. يعني انا عاوز اعرف الاول قبل ما نتكلم على النتيجه وكانت توقعات ازاي قبل المباراه، يعني انت وجودك في المباراه النهائيه كان الناس انطباعهم ايه على وصول البوسيتين بطل الدوري الموسم اللي فات والرفاع الشرقي للمباراه النهائيه؟
طبعا هو يعني زي ما حضرتك عارف يعني نهائيات الكأس بتبقى او مباريات الكأس بتبقى فيها مفاجآت زي عندنا في مصر، ده بيبقى موجود فعلا في معظم. بس احنا عندنا في مصر ما فيش المفاجآت الصارخة يعني، لا مش زي المقاولين، قليل قوي يعني، المقاولين كل كام سنة يحصل موقف زي ده، يمكن حصل مرة واحدة بس في التاريخ يعني. يعني الرفاع الشرقي هو فريق بيلعب في دوري الدرجة الثانية، طبعا هو حسم تأهله للدوري الممتاز اللي هو دوري الدرجة الأولى، لم يهزم في أي مباراة نهائي خلال مباريات الدوري القسم الثاني. الحاجات الثانية وهو في طريقه للحصول على الكأس تفوق على فرق كبيرة زي الرفاع الغربي اللي هو بيقال ليه الرفاع، الرفاع فهو تفوق على الرفاع الغربي، الرفاع البحريني اللي هو الرفاع الغربي مشهور، مشهور طبعا بالنسبه لكل جماهير الكره العربيه. وبالتالي يعني هو فاز على الرفاع الغربي وفاز على الشباب وفاز على المحرك اللي هو بطل النسخه اللي فاتت، قطبي الكره طبعًا. يعني فاز على قطبي الكره البحرينيه بالظبط، المحرك والرفاع. ففوزه على الفرق الكبيره اوجد تعاطف معاه قوي في الشارع البحريني، ففعلا المباراه أقيمت على استاد البحرين الوطني، حضرها برضو جلالة الملك ملك البحرين، حضرها جمهور كبير، مباراة استحوذت على اهتمام الشارع البحريني بصراحة، كنت بطلع الصحف البحرينية تغطية يعني كبيرة جدا. الملعب ده طبعا ملعب كبير لأنه يعني استضاف نهائي خليجي 21، فكانت أجواء بطولة يعني غير عادية. طبعا الجمهور أو الشارع البحريني كان سعيد جدا بأن الرفاع الشرقي بيطلع من القسم الثاني ويصل للمباراة النهائية. بس هل كان الناس متوقعة يعني قبل ما ناخد التقرير ونشوف ايه اللي حصل في المباراة، هل يعني سؤال اخير كده قبل التقرير، هل كان الناس متوقعة ان الرفاع يعني وصوله للنهائي ده كان كفاية عليه وخلاص، ما حدش كان متوقع ان هو ممكن يفوز؟ لا، هم كانوا عندهم ثقة انه ممكن يفوز بالكأس، خصوصا ان هو خرج الرفاع والمحرك وان هو ما تهزمش ولا مباراة، وكانوا بيراهنوا على المدرب البحريني عيسى سعدون اللي هو المدير الفني ايضا للرفاع الشرقي. طيب احنا هنتكلم عن كل الحاجات دي، بس خلينا استاذ جوده نشوف التقرير كاميرا استاد العرب عملته في البحرين على المباراه النهائيه لكاس جلاله ملك البحرين، ونرجع نعلق على الكلام اللي اتقال في التقرير ونتكلم برضو عن المباراه بشكل عام. مرة تانية معاكم اعزائي المشاهدين. طبعا يعني النتيجة كانت مفاجأة، فوز الرفاع الشرقي على البسيتين 2-1، واعتقد يعني الرفاع الشرقي خد البطولة دي قبل كده، بس هي اول مرة ياخدها كفريق من الدرجة الثانية. هو طبعا زي ما حضرتك شفت يا دكتور سامح الاجواء كانت جميلة جدا، يعني انت كأن انا يعني ده فكرني بكاس الخليج برضو، جماهير وحماس وبعدين قيادة في الملعب ومدرب وطني عيسى سعدون، مدرب وطني بحريني، والجانب الآخر كريسو بوسني مدرب البسيتين. طبعا هو كاس جلالة ملك البحرين طبعا بيحتكروا المحرك، واخد البطولة 31 مرة، الأهلي واخده 8 مرات، الرفاع 5، الرفاع الشرقي كان واخده مرتين قبل كده، يعني دي الثالثة، يعني دي تالت مرة ليه. تمام. فطبعا متعود يعني على البطولة. البسيتين ما خدوش ولا مرة قبل كده، برغم ان الفريقتين بيتساووا في الحصول على الدوري، يعني البسيتين واخد الدوري مرة والرفاع الشرقي واخد الدوري مرة. اجمل ما في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في المباراة ان طبعا المدرب البحريني تفوق على المدرب البوسني الأجنبي، ويعني من المفارقات ان مدرب البسيتين ده دي خامس مرة يصل فيها للنهائي وما ياخدش الكاس، ورغم ان في البحرين هو يعني هم بيحبوه لانه يعني متخصص وصول للمباراة النهائية، وبينجح مع اي فريق هو بيوصل للبسيتين، بيصل بالبسيتين للمباراة النهائية لكن لا يتوج بالكاس، عنده مشكلة مع الكاس مع ومع فرق مختلفة يعني. تمام. مش مع البسيتين بس، لا مع اكتر من فريق. اما على الجانب الاخر رفاع الشرقي طبعا مدرب بحريني، والعلم يعني فعلا اتحاد الكره البحريني بيؤهل المدربين البحرينيين بشكل جيد. احنا كنا عاوزين نتكلم سريعا على لجنه الحكام، وان اللي كان بيدير المباراه النهائيه حكام طاقم حكام من البحرين،
كان برضو الاستقبال لفكرة زي كده إيه؟ يعني في العادي في الدول العربية عموما مباريات المهمة حتى زي عندنا في زي عندنا هنا مدرب في الدول العربية كلها حكم أجنبي بيفكروا أول حاجة في الحكم الأجنبي عشان ما بيبقاش عنده تعاطف مع الحساسية فريق والتعاطف لا طبعا يعني زي ما بنقول الرياضة البحرينية بتتطور وبتشهد طفرة فعلا ومن بينها التحكيم عندهم الحكم الدولي نواف شكر الله بالطقم بحريني كامل هيشارك في كاس العالم 2014 طبعا لأدار المباراة طاقم تحكيم بحريني خالص طاقم دولي وهم برضو يعني حكام من النخبة البحرينية جميل جمعة ومحمد جعفر وعبد الله صالح وكان معهم عبد الله قاسم حكم رابع طبعا عارف الجميل يا دكتور سامح ان فيه التزام من اللعيبه والمدربين طب. حقيقي يعني ما الحكم طوال المباراه هو معني بالكوره ما فيش شد ما فيش خروج عن النص الجمهور بيشجع بمثاليه واحترام كبير ما فيش لا شماريخ الحاجات اللي عندنا دي ولا فيش الشغب ولا الالترس ولا الشغب ده بصراحه تمام هو الف مبروك طبعا للرفاع الشرقي واعتقد ان هو بكده حط رجله ان هو يعني زي ما سمعنا في تقرير ان المدير الفني املهم ان هم يصعدوا للدوري الممتاز مره تانية هم صعدوا يعني صعدوا للدوري الممتاز بس باقي اسبوعين فهم صعدوا بالفعل وصعدوا بدون هزيمه تمام فيعني فاعتقد ان هو بقى الموسم اللي جاي هيبتدي بقى يفكر في ان هو مش بس ياخد كاس لا ينافس كمان في الدوري اللي واخده مره في الدوري تمام طيب هنتنقل للجزء الثاني واللي هو الجزء كان مهم جدا برضو من الفعاليات اللي قابلها فريق عمل استاد العرب وهي الاحتفال على احتفال بمرور 35 سنه على انشاء اللجنه الاولمبيه البحرينيه كان هيبقى معانا النهارده في البرنامج كان هيبقى معانا ضيف هو الشيخ عيسى بن راشد الخليفه الرئيس الفخري للجنه الاولمبيه البحرينيه بس لظروف السفر وان هو لسه واصل والتعب من السفر وكده فما قدرش يجي معانا البرنامج بس احنا معانا لقاء معاه هناك في المنامه في البحرين سريعا كده استاذ جود قبل ما ناخد التقرير يعني ال 35 سنة على اللجنة الأولمبية البحرينية أعتقد يعني كان احتفال مختلف يعني مرور 35 عام أكيد في إنجازات كتيرة اتحققت خصوصا في الخمس ست سنين اللي فاتوا وطبعا يعني عشان برضو يبقى المشاهد العربي معانا متابع هي الرياضة في البحرين يعني الجانب الإداري فيها المجلس الأعلى للشباب والرياضة تمام. هو ده اللي بيقود المنظومة الرياضية وده بيرأسه الشيخ ناصر بن حمد تمام. طبعا المجلس الأعلى بيطلع منه حاجتين فيه المؤسسة العامة للشباب والرياضة وفيه اللجنة الأولمبية البحرينية المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتشتغل مع الأندية ومع مراكز الشباب واللجنة الأولمبية بتشتغل مع الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية تمام. معروف ان موجود في البحرين 26 اتحاد رياضي بصراحة يعني اللجنة الأولمبية البحرينية هي يعني انشئت 1979 يعني 35 سنة بس استطاعت ان هي تثبت نفسها وتقدم نفسها كمؤسسة رياضية كبيرة يعني. أكيد طيب وإحنا ناخد تقرير لأن تقرير برضو فيه كلام كتير هيتقال هنعلق عليه كله بالتفصيل بس بعد لما التقرير نشوفه لأن في حاجات مهمة هتهم المشاهد العربي اللي ما عندوش برضو خلفية عن الإنجازات اللي حصلت في الرياضة البحرينية و35 سنة أعتقد عمر قصير بالنسبة للجنة أولمبية بس الإنجازات اللي اتحققت خصوصا في الفترة الأخيرة بتعوض حداثة العمر بالنسبة للجنة الأولمبية البحرينية هنشوف تقرير سريعا ونرجع لكم مرة تانية اللجنة الأولمبية البحرينية تأسست عام 1979 وتم اختياري في ذلك الوقت رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية وتم الاعتراف باللجنة الأولمبية البحرينية كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية في دورة موسكو الأولمبية حيث تم اختيار البحرين عضو كامل العضوية في اللجنة الأولمبية البحرينية وبدأنا العمل بهمة الاتصال بالدول
وباللجان الأولمبية الدول في العالم كله، ووطدنا علاقاتنا مع أشقائنا العرب والخليجيين بالذات، وأصبح للجنة الأولمبية وجود واعتراف كبير من الجميع. وطبعا أول دورة شاركنا فيها هي الدورة الآسيوية في دلهي عام 82، وتلتها طبعا الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس. فحضورنا ووجودنا وتواجدنا في المحافل الدولية والآسيوية خلقت اللجنة الأولمبية البحرينية وجود، ووجود كبير ومتميز. وحرصنا خلال فترة الإنشاء بالذات أن نبني علاقات متينة مع دول العالم، واستمرنا في هذا العطاء، واستمرنا نشارك في الدورات الأولمبية دون غياب، وفي المؤتمرات الدولية اللي أقامتها اللجنة الأولمبية الدولية أو الأكنو أو الدورات الآسيوية بالذات. وفي خلال هذه الفترة استطعنا أن نطور الاتحادات البحرينية أعضاء اللجنة الأولمبية بالدعم، بفتح آفاق من التعاون بينهم وبين الدول العربية والدول الأجنبية، إتاحة الفرصة لهم المشاركة في كل فعاليات اللجنة الأولمبية الدولية أو المجلس الأولمبي الآسيوي أو الدول مجلس التعاون الشقيقة. فعملنا بجهد كبير حتى نثبت وجود اتحاداتنا في جميع المحافل، واستطعنا خلال فترة طويلة أن نجعل لأبناء البحرين وجود متميز في الاتحادات الآسيوية بالذات وفي الاتحادات الدولية أيضا. فأصبح لنا أعضاء في هذه المجالات كان لهم تأثير كبير. وأذكر أن إحنا في الدورة الأولمبية في كوريا والدورة الآسيوية اللي أقيمت في كوريا كان أبناء البحرين لهم وجود كبير في تنظيم الدورة وفي عضويتهم في الاتحادات القارية بالذات. واستمرنا طبعا في هذا المنهج حتى أصبح لنا وجود، وأصبح لنا علاقات وطيدة مع رؤساء اللجان الأولمبية الدولية بالذات والقارية بصفة خاصة. والاتحادات البحرينية عملت بجهد واجتهاد واستطاعت أن تثبت وجودها في خلال المشاركات الإيجابية اللي أقدمت عليها. طبعا في بداية تأسيسنا وفي بداية عملنا كانت المشاركة لأجل المشاركة وإثبات الوجود، لكن مع الوقت أصبح لنا وجود متميز وأصبح لنا مشاركات إيجابية، وأصبحنا نشارك في الدورات ليس لمجرد المشاركة وإنما أيضا لإحراز النتائج. ويكفي أن اللجنة الأولمبية البحرينية في الدورة الأولمبية الأخيرة في إنجلترا حققت ميدالية برونزية نعتز بها، وكان للاعباتنا خصوصا في ألعاب القوى وجود متميز. وحياكم الله، شرفتونا في البحرين، وإن شاء الله دائما نراكم معنا دائما، ونسعد بوجودكم، ونتمنى أن نراكم ونزوركم ونجتمع بكم ونستفيد من خبرتكم الطويلة سواء في مجال التلفزيون أو الرياضة.
مرة تانية معاكم أعزائي المشاهدين. طبعا ده كان الشيخ عيسى بن راشد الخليفة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية في كلمته يعني أو للبرنامج برنامج استاد العرب مناسبة مرور 35 عام على إنشاء اللجنة الأولمبية البحرينية. أستاذ جودة تعقيبك على التقرير يعني أعتقد نبتدي من آخر حتة اللي هي الإنجازات للجنة الأولمبية البحرينية والرياضة البحرينية كلها. أولمبياد لندن 2012 ميدالية برونزية هي الأولى في تاريخ البحرين في ألعاب القوة وميدالية نسائية يعني مش ميدالية زي ما احنا متعودين ميدالية رجال ميدالية نسائية. هو طبعا يعني تعقيبا على كلام الشيخ عيسى بن راشد طبعا هو الشيخ عيسى بن راشد الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية وهي اللجنة الأولمبية البحرينية دكتور سامح تولى رئاستها اثنين تمام الشيخ عيسى بن راشد يعني حوالي 30 سنة وثم الشيخ ناصر بن حمد هو كمل المسيرة بعده في الخمس سنين الأخيرة فبالتالي يعني الشيخ عيسى هو يعني خد اللي أنشأ خد المرحلة الأولى يعني هو اللي رتب البيت من الأول وهو طبعا يعني خليجيا يعني هو واخد لقب هرم الرياضة البحرينية وخليجيا يعني حجة وفي في الكلام عن أي رياضة في الخليج كمان تمام طبعا اللجنة الأولمبية البحرينية يعني إنجازاتها كانت أكبر من عمرها طبعا كان في الآخر زي ما قال الشيخ عيسى طبعا أن مريم جمال خدت ميدالية برونزية في ألعاب القوى في أولمبياد لندن لكن هم اللجنة الأولمبية البحرينية بصراحة يعني عملت بطولات وفعاليات وخدت ميداليات السنة اللي فاتت يعني في 2013 حوالي 364 ميدالية في الألعاب المختلفة في جميع الألعاب بنقول بزيادة حوالي 200% يعني عن يعني كنا واخدين سواء يعني في مسابقات قارية أو مسابقات دولية يعني على مستوى العرب سواء مسابقات خليجية مسابقات آسيوية أو دولية يعني كانوا محققين 364 ميدالية متنوعة زادوا بنسبة 200% يعني كانوا في 2012 184 ميدالية منهم ميدالية أولمبية طبعا منهم ميدالية أولمبية وضعت طبعا يعني بتجب كل الميدالية بالتأكيد كانت حاجة كبيرة يعني طبعا أكيد طيب أستاذ جودة احنا يعني عندنا تقارير كتيرة جدا بس أعتقد يعني بعد الميدالية الأولمبية في طموحات كبيرة للرياضة البحرينية للأولمبيات القادمة في ريو دي جانيرو 2016 وفي استعداد اقوى يعني دايما ميداليه بتدي الطمع بتفتح نفس لميداليات اخرى فهل في يعني توقعات لاعداد مثلا لاعبين ولاعبات من دوله البحرين في العاب مختلفه مش بس في العاب القوه ولا الكلام لسه على العاب القوه على اساس انها ممكن هي اللي يكون عندها ميداليات اكتر هو طبعا البحرين يعني برضو زينا كده يعني احنا بنبقى شاطرين في الكرة شوية شاطرين في المصارعة هم البحرينيين متميزين قوي في الألعاب القوى متميزين قوي في الطايرة في كرة الطايرة في كرة اليد طبعا ميدالية مريم جمال طبعا هم عاملين في اللجنة الأولمبية البحرينية استراتيجية حتى 20 احنا معنا صورة مريم جمال ساعة تسلم الميدالية البرونزية حتى 2018 الاستراتيجية دي طبعا هم بيخططوا في أولمبيات القادمة في البرازيل بيخططوا لهم أبعد من ذلك في الأولمبيات التي بعدها يعني هم عاملين استراتيجية طويلة ونقول خطة طويلة وخطة قصيرة علشان يعني الرياضة البحرينية ما ترجعش تاني لا يعني ميدالية تجيب ميدالية والانتقال من مرحلة المشاركة لمرحلة المنافسة والتتويج هو الجميل الاهتمام بالرياضة النسائية احنا معنا تقرير مع الشيخة حياة هنتكلم هنشوف التقرير والكلام معاها هيبقى عن ايه ونرجع نعقب على تقرير سريع لي شرف ان اكون يعني عضو باللجنة الأولمبية البحرينية كعضو منتخب من خلال طبعا عضويتي أو رئاستي لاتحاد كرة الطاولة وكان في فترتين بالنسبة حق الانتخابات وآخر هالفترة فكل يعني التقدير
والاعتزاز بثقه الجمعيه العموميه اللي في الحقيقه يعني بالنسبه لها انا يعني احس بانها مسؤوليه كبيره واعطتني ثقه كبيره، وبالتالي لازم يكون العمل على مستوى هذه الثقه. طبعا يشرفني العمل في مجلس الاداره اللي يراسه سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه اللي طبعا برئاسته للجنه كونه لاعب ورياضي حقق الانجازات على المستوى سواء كان الخليجي او حتى الانجازات اللي على المستوى الدولي، كل هذه يهيئ ويعطي الصوره الواضحه لما يكون المسؤول رياضي في نفس الوقت هذه مكسب كبير، لانه بيكون تخطيطه بالفعل تخطيط الرياضي اللي تطلع للمستقبل واللي تطلع للانجازات واللي تطلع لاعداد جيل من الرياضيين ويعطيهم الاهتمام اللي يأهلهم لكي يتبوأوا المناصب سواء كان المناصب الإدارية أو حتى المنصات منصات التتويج الخليجية والعربية والدولية. فهذه مكسب كبير، وبالفعل احنا نلمسه في عمله واجتماعاته لمجلس الإدارة كل الطموح. ويمكن أنا لأن كنت أعوذ بالله من كلمة أنا كنت لاعبة منتخب كرة الطاولة، أحس بأن تركيزه مع اللاعبين، أحس بطموحه اللي تلاقى مع طموحاتنا وطموحات اللاعبين أنفسهم، فهذه ميزة كبيرة. الفترة هذه يمكن حصلت فيها نقلات نوعية للرياضة البحرينية، ومن في مقدمتها خلنا نقول ونركز على الإنجاز اللي حققته البطلة مريم جمال، وحققت أول ميدالية طبعا لمملكة البحرين في الأولمبياد، وأيضا هناك العديد من الإنجازات اللي تحققت لله الحمد على مسيرة اللجنة، وأخص بالذكر هذه الفترة بالذات خصوصا منتخبات ألعاب القوى، العديد من الإنجازات سواء في البطولات العالمية أو حتى في الأولمبياد أو حتى في أي تجمع آخر. وهذه كل التقدير أيضا لسمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أيضا كان هناك عمل متواصل يسبقه، وفي ذاك الوقت كان مجموعة من الأخوان في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اللي عملوا بجد واجتهاد. أيضا نذكر بالعرفان الدور الكبير لمعالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة رئيس اللجنة اللي بالفعل كان اهتمامهم بالاتحادات، وأعتقد أن طوال هذا المسيرة الآن تجلت العديد من الإنجازات. فالعمل الآن أيضا تشهد هذه الفترة نوعية بالنسبة للأداء الإداري أيضا للجنة. هناك تم تدشين الاستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية البحرينية، أيضا تم تقريبا خلنا نقول يعني التركيز على الشق اللي يخص الفني الاتحادات الرياضية والعمل وتهيئة السبل في اللجنة الأولمبية من خلال اللجان الفنية المختصة. فهناك هيكلية الآن إدارية وفنية في اللجنة الأولمبية تم التركيز فيها بما يحقق طموحاتنا، وهذه بالفعل يعني أنا متأكدة بإذن الله من خلال تطبيق الاستراتيجية الجديدة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لأن أيضا المجلس الأعلى يغطي زخم آخر ويرأسه أيضا سمو الشيخ ناصر الزخم الآخر الفاعل والمهم اللي هو المدارس ووزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية وإعداد وصناعة الأبطال، كل هذه المحاور الرئيسية موجودة الآن ونعمل عليها في ظل رؤية سمو الشيخ ناصر وبعمل إن شاء الله مكثف مع الأخوان في الاتحادات. فأعتقد كل هالمنظومة الجديدة والتنظيم الإداري الجديد النوعي راح يؤدي إن شاء الله اللي احنا نتمناه وانتم أيضا تتمنون معانا واللي نتمناه إن شاء الله يكون في كافة دولنا العربية. ده كان لقاء مع الشيخة حياة الخليفة عضو اللجنة الأولمبية البحرينية. أعتقد يعني قبل ما نعقب على
الحوار يعني الرياضة النسائية البحرينية ليها دور كبير في البحرين. يعني الشيخة حياة شفنا لها صورة وهي لاعبة وكانت لاعبة تنس طاولة زي ما هي قالت. يعني أعتقد أن الرياضة البحرينية النسائية متفوقة وليها مكانة في دولة البحرين. وطبعا الشيخة حياة هي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لتنس الطاولة، رئيسة لجنة رياضة المرأة في البحرين، وهي رياضية وينقول بطلة يعني سابقة. فطبعا ايه زي عندنا في مصر كده يقول لك ادي العيش لخبازه، فهي يعني رياضية. فبالتالي يعني ان هي تبقى رئيسة لجنة رياضة المرأة ده شيء يعني حاجة في محله تماما. ولهذا لقينا ان رياضة المرأة فعلا بتتطور وبتقدم انجازات. طبعا مريم جمال قلنا الميدالية البرونزية في اولمبياد لندن، لكن لو بصينا على انجازات رياضة المرأة هم طبعا البحرين فازت بلقب الدورة الثالثة لرياضة المرأة في بدول مجلس التعاون الخليجي، ايضا فازوا بالبطولة العربية لاختراق الضاحية، بل انهم فازوا يعني كانت البطولة دي اقيمت في مصر، ففازوا ببطولة غرب اسيا، وفي بطولة غرب اسيا خدوا 28 ميدالية. فطبعا هم في يعني او رياضة المرأة في البحرين فيها طفرة وفيها تطور، لان طبعا هم عندهم ايمان، وده ايمان يعني مطلوب، ان طبعا رياضة الرجل اللي هي رياضة المرأة الاثنين سواء علشان الخريطة الرياضية بشكل عام. واعتقد اللي شجعهم اكتر مريم وميداليتها البرونزية. طبعا طبعا مريم جمال يعني هتخلي رياضة المرأة انها في تحدي، وان هي لازم تكمل وتكمل وتتطلع لما هو افضل من ذلك يعني. تمام. طيب احنا معنا تقارير كتير، اعتقد ان احنا نبتدي يعني معنا تقرير مع المدير الفني للجنة الأولمبية. هناخد التقرير ونرجع نعقب عليه. أول شيء أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالتلفزيون المصري، قناة الفضائية، بالإدارة الفنية للجنة الأولمبية البحرينية. على العموم الإدارة تاعنا أهدافها هي كل ما يتعلق بالأمور الفنية بخصوص المشاركات، بخصوص إعداد المشاركات المنتخبات الوطنية في شتى ميادين، سواء كانت ألعاب رياضية أو بطولات رسمية في مختلف المستويات. أكيد الرياضة البحرينية مرت على مراحل عديدة، وكانت لها الشرف لتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الخليجي وأيضا المستوى العربي وأيضا القاري، وفي بعض الرياضات على المستوى العربي العالمي كرياضة لعب قوة اللي قدر تحقق كذا إنجاز يعني في البطولات العالمية، خاصة في السباقات نصف طويلة والطويلة. وأيضا أبرز الإنجازات اللي حققته الرياضة البحرينية وخاصة لعب قوة كانت الميدالية البرونزية للبطلة مريم جمال في آخر دورة أولمبية لندن، اللي منتظر إن شاء الله في الأيام القادمة راح تكون ميدالية فضية بسبب الإجراءات اللي موجودة حاليا بخصوص مشاكل تتعلق بالمنشطات للعبة التركية. على كل حال أكيد الميدالية البرونزية اللي حققتها مريم جمال في لندن 2012 كانت إن شاء الله بوابة
إن شاء الله إنجازات أخرى في المستقبل القادم القريب. على كل حال عندنا الألعاب الأولمبية لريو 2016 اللي قاعدين نعدوا لهم بالتنسيق مع بعض الاتحادات اللي عندهم إمكانيات باش يكونوا موجودين تواجد فعلي في ريو. بعض الرياضات عندهم إمكانيات باش ينافسوا على ميداليات تبقى دائما رياضة لعب قوة، وفيه بعض الرياضات الأخرى اللي قاعدين نسقوا وياهم بخصوص تأهيلهم للمشاركة في ريو. ولكن أكيد فيه تنسيق ويا الاتحادات اللي عندهم إمكانيات للتنافس على ميداليات في ريو. في نفس الوقت فيه حاليا طرح برنامج لإعداد يعني مواهب شابة قادرة على رفع التحدي في طوكيو 2020. مرة تانية معاكم أعزائي المشاهدين، طبعا ده كان الكابتن الوناس مادن مدير الإدارة الفنية باللجنة الأولمبية البحرينية، كابتن وناس جزائري. طيب أستاذ أودة، يعني استقدام كابتن وناس وهو جزائري الأصل، هل ده الاستفادة من خبراته واستفادة من خبرات الرياضة الجزائرية اللي حققت برضو ميداليات مميزة على الساحة العالمية والساحة الأفريقية والأولمبياد كمان خصوصا في ألعاب القوى؟ هو جميل يا دكتور سامح ان يعني استاذ عبد الرحمن عسكر اللي هو امين عام اللجنه الاولمبيه البحرينيه هو يعني اصر ان هو يسجل ان احنا نسجل مع مدير الادارات قبليه، يمكن هتلاقي تقرير الاستاذ عبد الرحمن في الاخر وهيبقى طويل شويه، بس ايه يعني في عشان يجمع بقى اللي يعني يجاوب على كل الاسئله الخاصه باللجنه الاولمبيه. طبعا الكابتن الوناس طبعا هو جزائري وليه سمعه طيبه، كان هيمسك حاجه في الاتحاد الجزائري مع يعني متخصص يعني بالنسبه للبراعم والتخطيط للكره الجزائريه، طبعا رجل في محله، لان طبعا معروف ان البحرين يعني بتفتح فعلا ان هي تستفيد بالخبرات العربيه والاجنبيه، يعني كانوا هم فاتحين مع مدارس اجنبيه، لكن هتلاقي مثلا الكابتن احمد رفعت مدرب بيدرب فريق البحرين نادي البحرين هناك موجود حاليا، هتلاقي يعني اكتر من جنسيه واكتر من مدرب، وده مطلوب في الرياضه انك تنوع المدارس عشان تحصل استفاده على اكثر استفاده ممكن. طيب تعقيب على الكلام بتاع كابتن والناس، لو في يعني هو واقع يعني بيقول ان احنا قربنا من اولمبياد 2014 2016، فبالتالي يعني هتبقى احلامنا مش كبيره قوي، لكن احنا الاولمبياد اللي بعديها هي اللي فيها هي طبعا اللي هتبقى فيها الاحلام اكبر. برضو هو بيقول ان انا بفضل ان هو ان احنا مش كل حد يروح، لا هو عايز ان اللجنه الاولمبيه البحرينيه تبعت الناس اللي ممكن تنافس عشان تقدم البحرين بشكل افضل، ما تبقاش المشاركه من اجل المشاركه. يعني المشاركه دلوقتي بالنسبه للبحرين بعد الميداليه الاولمبيه هتبقى المشاركه من اجل المنافسه مش المشاركه من اجل المشاركه. بالظبط. تمام. طيب اعتقد ان احنا معانا يعني تقرير اخر هيبقى مع المدير التنفيذي للشؤون الرياضيه باللجنه الاولمبيه البحرينيه هو الاستاذ جهاد حسن خلفان. هنشوف التقرير ونشوف الكلام اللي هيتقال ونعقب عليه برضو سريع. أشكركم على تواجد في البحرين وأخذ اللقاءات معنا، وبالأخص فيما يخص الرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية. طبعا أكيد وجود اللجنة الأولمبية من السبعينات إلى الآن في مرورها 35 سنة من الطبيعي صارت هناك تطورات كثيرة، والتطورات سواء كانت إدارية أو فنية أو أي نوع من التطورات الأخرى. بدأت اللجنة الأولمبية في السبعينات طبعا بتشكيل مجلس إدارة وظلت السنوات اللي راحت، وحتى
عدد الاتحادات في ذيك الفترة كانت قليلة مقياسا بالاتحادات الدولية اللي موجودة إلى أن وصلت إلى ما هو عليه الآن. التطورات طبعا صارت من الناحية الإدارية ومرت بمراحل إلى أن وصلنا إلى الآن، وإحنا الآن نعتبر في اعتقادي نموذج في ظل رئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. هذه التطورات في الكادر الإداري في اللجنة مرت بمراحل، بأن هي أسست إدارات، منها إدارة الشؤون الفنية، الإدارة المالية والإدارية، إدارة الشؤون الرياضية، والإدارات هذه تقع تحت إدارات أخرى. فالإدارة التنفيذية للشؤون الرياضية تقع تحتها إدارة الطب الرياضي، وتعنى بعلاج اللاعبين ومتابعة علاجهم وتأهيلهم لما بعد العلاج. عندنا أيضا قسم المنشطات، وهو يتابع المنشطات في البحرين ويقوم بأخذ عينات وإرسالها إلى المختبرات الدولية لإعطاء نتائج حق اللجنة نفسها أو القسم نفسه، على أساس أنهم يتخذون الإجراءات في حق اللاعبين اللي يتعاطون المنشطات. الإدارة نفسها أيضا هناك قسم للتطوير والتدريب يقوم بعمل دراسات ودورات إدارية وفنية للمواطنين وأيضا لغير المواطنين، ويستقطب الكثير من الخارج في هذه الدراسات. وهناك في أيضا تعاقد مع شركة أو نقدر نقول أكاديمية مانشستر للتدريب والتطوير، اللي على ضوءها تقيم دراسات أيضا في البحرين على مستوى عالي. فاللجنة الأولمبية في البحرين اليوم لديها 28 اتحاد نوعي موجود في البحرين، يخدم من خلال إدارة الشؤون الرياضية وبالأخص إدارة الاتحادات. احنا نهتم طبعا في الاتحادات من ناحية المادية وأيضا النوعية. تقدم الاتحادات جميع ما تطلباتها وتدرس من خلال الإدارة وتعرض على المجلس الإدارة وتقر الدعم المادي. خلال 30 سنة تضاعف عشرات المرات الدعم الإداري، أيضا تضاعف. اليوم البحرين أو اللجنة الأولمبية البحرينية في اعتقادي الشخصي إن هي وصلت إلى 90 أو 95% من الكمال بالنسبة للجنة الأولمبية وما تحتاجه كلجنة أولمبية. مرة تانية معاكم أعزائي المشاهدين، يعني أستاذ جودة سريعا، الأستاذ جهاد حسن خلفان مدير التنفيذي اتكلم على علاقة اللجنة الأولمبية بالاتحادات، ما عندهمش مشاكل زي اللي عندنا. هو لخص يا دكتور سامح ان هم بيشتغلوا كفريق، ان اللجنة الأولمبية ما بتعملش الأكشن اللي عندنا. يعني انت شفت الصراع بين الأندية والاتحادات الأولمبية في مصر، لا هم هناك بيكملوا بعض. يعني اللجنة الأولمبية يعني نقول ايه، باور وداعم دايما للاتحادات الرياضيه. يعني هم بيساعدوهم معرفيا، بيساعدوهم رياضيا، بيساعدوهم بيحلوهم مشاكلهم. في تعاون، ما فيش مشاكل، بيرعوهم، لان اللجنه الاولمبيه هي الراعي للاتحادات. بس بيحصل مشاكل ساعات، بس الحمد لله ما فيش مشاكل عندهم. لا ما عندهمش بصراحه يعني. طيب احنا عندنا يعني تقارير كتير، هنحاول ان احنا يعني ما نضيعش وقت تقارير، نتكلم سريعا، نعلق عنها سريعا. فمعنا تقرير مع الأستاذ، لقاء مع الأستاذ نواف محمد عبد الرحمن مدير إدارة تقنية المعلومات، هنشوف آخر بقى التحديثات في تقنية المعلومات في اللجنة الأولمبية البحرينية بعد مرور 35 عام. أكيد حصل تطوير كبير خصوصا في الفترة الأخيرة، نشوف الأستاذ نواف هيقول. طبعا
إدارة تقنية المعلومات مثل ما تفضلت هي إدارة نسبيا جديدة في اللجنة الأولمبية، لكن ولله الحمد عملنا على حزمة كبيرة من المشاريع، واللي هي طبعا مواكبة موازية لاستراتيجية اللجنة. مثل ما تعرفين اللجنة أطلقت استراتيجية جديدة في عام 2013، عملت عليها بدأت العمل عليها من تقريبا عام 2011. ذي الاستراتيجية طبعا وضعت أهداف لكل إدارة باللجنة الأولمبية، ومن ضمنها طبعا إدارة تقنية المعلومات. في الإدارة احنا طبعا عملنا على مشاريع كبيرة ومشاريع متنوعة. المشاريع هذه طبعا تخدم أو خدمت إدارات داخل اللجنة أو خدمت اللجنة داخليا، أو في مشاريع أخرى تقدم خدماتها أو تخدم المجتمع. طبعا من ضمن المشاريع اللي احنا عملنا فيها داخل اللجنة مشاريع تخدم الموارد البشرية، مشاريع تخدم إدارة خلينا نقول أو الإدارات المتعلقة بالخدمات. في نفس الوقت أطلقنا مجموعة مشاريع تخدم الاتحادات الرياضية. عندنا مشروع كبير حاليا نعمل عليه يقوم بربط الأنظمة والتقنيات بينه وبين الاتحادات الرياضية، ويتيح جميع الخدمات باللجنة الأولمبية بشكل إلكتروني إلى الاتحادات الرياضية. كذلك طبعا عملنا على موقع متطور داخلي من خلاله نقدم خدماتنا إلى جميع الإدارات الرياضية، وفي القريب إن شاء الله راح تتاح هذه الخدمات أيضا إلى الاتحادات الرياضية. من ضمن طبعا إنجازات تقنية المعلومات، إدارة تقنية المعلومات، اللي هو موقع أو البوابة الإلكترونية للجنة الأولمبية على الإنترنت. طبعا هذه البوابة تقدم معلومات أو خلينا نقول عن كل ما يتعلق بالرياضة البحرينية، وفي نفس الوقت هي مظلة للاتحادات الرياضية، حيث أن من ضمن البوابة الإلكترونية عندنا موقع خاص لكل لجنة أو لكل اتحاد رياضي في البحرين اللي تم إطلاقه في الوقت الحاضر اللي هو البوابة، وحاليا احنا في طور إطلاق المواقع للاتحادات الرياضية. في هالمشروع طبعا استخدمنا تقنيات جدا متطورة، واليوم احنا نفخر وسعيدين في قيام شركة مايكروسوفت بعمل دراسة لأحدى التقنيات اللي استخدمناها. طبعا هذه الدراسة تم نشرها في موقع مايكروسوفت في الانترنت، وبالتالي فهي الدراسة هذه موجودة على مستوى العالم ويتم الاستشهاد بها عالميا. ولله الحمد احنا طبعا مثلنا اللجنة وتكلمنا عن التقنية هذه لجميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في مملكة البحرين. قبل أسبوع استعرضنا هذه التقنية وهذه التكنولوجيا وتكلمنا عن كيفية طبعا خلنا نقول مساهمة هذه التكنولوجيا في تحول مفهوم طبعا إدارة المواقع على مستوى العالم. تطور تكنولوجي وتجديد وتحديث في الإدارة تقنية المعلومات للجنة الأولمبية البحرينية، أعتقد أن احنا يعني اللجنة الأولمبية البحرينية ماشية بخطى ثابتة للتطور من أحسن لأحسن. وجميلة دكتور سامح أن البحرين تشوف فيها حاجة تاني. يعني في الدول العربية تلاقي إيه يعني معظمهم من بره البحرين، لكن تلاقي البحرين فعلاً حتى في تلاقي البحريني بيشتغل. يعني فدي كل يعني باستثناء يعني بيعتمدوا على نفسهم بيعتمدوا على الكفاءات يعني الخارجيه بالظبط. يعني فزي ما قال الاستاذ نواف انه طبعا هو شاب استطاع ان هو برضو بدعم مجلس الاداره وبفكره وبحماسه كشاب
ان هو طبعا يطور نقول تقنيه المعلومات داخل اللجنه وان الشركات العالميه تشيد بها. مش هقول اسم الشركه ما اعرفش طبعا اعلان او ايه اكيد. فطبعا ده نجاح طبعا اخر للجنه الاولمبيه البحرينيه اكيد. طيب هنرجع تاني للرياضه. معانا لقاء مع المستشار الرياضي للجنه الاولمبيه البحرينيه مع الاستاذ عبد الجليل اسد. هنشوف اللقاء، لقاء قصير اقصر من اللي فاتوا، ونرجع سريعا نعقب على الكلام. طبعا اذا نتكلم عن المراحل اللي مرت فيها اللجنه الاولمبيه البحرينيه خلال 35 عام، طبعا هناك الكثير والكثير من الأمور الإيجابية التي تطورت خلال 35 عام على مستوى الرياضة وعلى مستوى الاتحادات الرياضية. وطبعا اللجنة الأولمبية البحرينية أيضا هي عضو معتمد وفعال ومعترف به في اللجنة الأولمبية الدولية من ذاك الوقت، وأيضا عضو فعال ومؤسس في المجلس الأولمبي الأسيوي، وأيضا في اتحاد اللجان الوطنية العربية الأولمبية، أيضا في اتحاد الألعاب التضامن الإسلامي أو اتحاد التضامن الإسلامي، وأيضا اتحاد غرب آسيا للألعاب، وأيضا اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأكنوم. وبالتالي نلاحظ الحمد لله بأن اللجنة الأولمبية الآن استطاعت أن تحقق أهدافها اللي بنبثقها من نظامها الأساسي، وهي تطوير الرياضة من جانب وبناء العلاقات والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجال الرياضة. أيضا بنلاحظ بأن اللجنة الأولمبية طبعا وبتوجيهات من سمو الرئيس دائما الحرص على المشاركة الفعالة، سواء على مستوى المشاركة في دورات الألعاب الرياضية أو الأولمبية أو في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وكل ما شابه ذلك. الأستاذ عبد الجليل أسد المستشار الرياضي للجنة الأولمبية البحرينية، سريعا تعليق على كلام الأستاذ. يعني زي ما قال الأستاذ عبد الجليل الأسد إن طبعا هو كمستشار رياضي طبعا مهمته نقول الجانب الرياضي في إنه يقترح ويزلل ويدعم الاتحادات برضو من خلال منظومة العمل ككل، من خلال مجلس الإدارة، من خلال المنظومة، من خلال الأستاذ عبد الرحمن عسكر. يعني هم بصراحة فريق عمل، فريق عمل متكامل، واعتقد كل واحد مع حته بيشتغلها كويس، ففي النهايه الشغل كله بيطلع كويس. تمام. انا بس بحب اذكر ان احنا هيبقى معانا اللقاء الاخير هيبقى مع الاستاذ عبد الرحمن عسكر امين اللجنه الاولمبيه البحرينيه، ده اللي هو بقى هيجمع كل الكلام اللي اتقال في كل اللقاء. طبعا هو حوار شامل وفعلا يكشف يعني شكل العمل داخل اللجنه، التفاصيل بقى تفاصيل يعني مش نقاط لا مسؤول بقى كلام يعني المسؤول عمل ده التفاصيل بقى بتاعت كل حاجه بالظبط. تمام. طيب احنا معانا لقاء مع مدير اداره الاعلام والتوثيق باللجنه الاولمبيه البحرينيه الاستاذ محمد لوري. هنشوف اللقاء ونشوف اهم النقاط الخاصه باداره الاعلام والتوثيق، نرجع مره. وطبعا احنا كإدارة للإعلام والتوثيق الحمد لله قدرنا نوثق تاريخ اللجنة الأولمبية البحرينية في كتاب اطلقنا عليه 30 عام من الإنجازات في عمر اللجنة الأولمبية. تناولنا خلال مسيرة اللجنة الأولمبية في مشاركاتها على المستوى العربي والأسيوي والأولمبي أيضا. طبعا أول مشاركة أولمبية للبحرين كانت في لوس أنجلوس 1984، ومنذ ذلك الحين طبعا توالت مشاركات البحرين
في الدورات الأولمبية، ولم تقتصر المشاركة على المجرد المشاركة الإدارية، بل كانت هناك مشاركات ميدانية. طبعا كانت البداية للبطل أحمد حماد اللي شارك في سباق 400 متر حواجز في لوس أنجلوس، وكانت أبرز هذه المشاركات مشاركتنا الأخيرة في أولمبياد لندن، وحيازتنا على الميدالية البرونزية من خلال العداء مريم جمال، وهي أول ميدالية برونزية أو أول ميدالية أولمبية في تاريخ الرياضة البحرينية. طبعا اللجنة الأولمبية قفزت قفزات جدا واسعة في الخمس سنوات الأخيرة، انتقلت من مرحلة يعني مجرد المشاركات الخارجية إلى الإعداد والتحضير، إلى خلق رياضة متطورة في مملكة البحرين، ومن خلال استراتيجيات وخطط طويلة الأمد بفضل توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس الحالي للجنة الأولمبية البحرينية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وهناك طبعا دعم كبير من القيادة الرشيدة بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى الرياضي الأول في المملكة، وهذا طبعا يعطينا كلنا حافز ودافع لأن احنا نتفائل بالمستقبل. إن شاء الله هناك راح تكون نتائج إن شاء الله يعني سعيدة أكثر في أولمبياد ريو دي جانيرو، وبعد ذلك أيضا في الأولمبياد القادم في اللي راح يصير إن شاء الله في 2020 بإذن الله. مرة تانية معاكم أعزائي المشاهدين، طبعا ده لقاء مع الأستاذ محمد لوري مدير إدارة الإعلام والتوثيق. أستاذ جودة، رأيك في الكلام اللي اتقال يعني خصوصا؟ والأستاذ محمد لوري إعلامي بحريني صحفي يعني كبير بحريني، وهو طبعا بيتولى إدارة الإعلام والتوثيق في اللجنة الأولمبية البحرينية. طبعا اللجنة دي يعني استحدثت من 3 سنين، لكن كانت عاملة إنجازات كويسة، عملوا كتاب جميل جدا على مرور 30 سنة على اللجنة الأولمبية البحرينية. طبعا لجنة الإعلام والتوثيق بتشتغل بشكل كويس، إن هي طبعا معروف يعني دور الإعلام، لو أنت ما فيش إعلام مش بيبرز الأحداث وبيبرز الموثق مع نقول وسائل الإعلام. طبعا وساعدتنا طبعا كتير قوي في انها يتوفر لك الماده وتوفر لك الصور والحاجات دي. فطبعا اداره مهمه واداره ناجحه، وده برضو يا دكتور سامح زي ما بنقول ان هم عاملين يعني هيكله مظبوطه قوي في ادارات، الادارات كل اداره لها دور، الادوار بتتكامل في الاخر الصورة بتطلع يعني بشكل جميل. وطبعا اللجنة الأولمبية البحرينية عاملة موقع برضو ليها، والموقع ده برضو بيبث أخبار الاتحادات وأخبار اللجنة الأولمبية نفسها. فطبعا شغل إعلامي يعني مميز. مميز. طيب أستاذ جودة، يعني قبل ما نتكلم أو نشوف اللقاء بقى مع الأستاذ عبد الرحمن عسكر أمين اللجنة الأولمبية البحرينية اللي يعني هيلخص بقى الكلام اللي اتقال كله على مدار الحلقة، وهيرد على أسئلة تفصيلية بشكل كبير. انت قلت لي في الأول في أول الحلقة ان كان في فعاليات كتيرة في الوقت اللي البرنامج كان موجود فيه. الفعاليات دي كان منها طبعا كأس جلالة الملك، وده اتكلمنا عنه وشفنا التقرير بتاعه، لكن في فعاليات تانية من ألعاب رياضية أخرى. هو طبعا يعني صادفت الزيارة ان طبعا كان موجود نهائي كأس جلالة ملك البحرين طبعا لكرة القدم، كانت في بطولة بيطلقوا عليها الأوبتوميست اللي هي بطولة للشراع نقول للناشئين. وطبعا البطولة دي كان بيشارك فيها يعني أكثر من 20 دولة، والبطولة بتقام في البحرين لأول مرة، وبتقام في منطقة الخليج لتاني مرة. فطبعا كانت برضو ثقة من الاتحاد الأسيوي والدولي ان هو يسندها الى البحرين. طبعا حضرنا الافتتاح، وكان الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد يعني كلمنا معاه. طبعا كانت بطولة وكان فيها برضو الاحتفال باليوم الرياضي، اليوم الرياضي العالمي، برضو كانت اللجنة الأولمبية من خلال برضو الأستاذ عبد الرحمن عسكر كانوا مدشنين برضو احتفال بهذا اليوم. أيضا طبعا كان الاتحاد الكرة البحريني كان بينظم دورة الإعلام الرياضي للصحفيين العرب،
والدورة دي استمرت يومين. كان بيحضر فيها الأستاذ رضوان الزياتي رئيس رابطة النقاد الرياضيين في مصر ودكتور أشرف صبحي رئيس هيئة استاد القاهرة. طبعا الدورة دي أنا حضرتها وكانت دورة جميلة جدا يا دكتور سامح، لأنها ناقشت موضوعات زي العزوف الجماهيري والنقول والتسويق والاستثمار. لكن اجمل ما فيها ما ناقشتش الشغب، عشان ما فيش شغب جماهيري بس في الدول العربيه كلها ابتدى يعني، وخصوصا دول شمال افريقيا مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب عندهم الشغب الجماهيري موجود في المباريات، بنعاني من الشغب الجماهيري. طبعا هو الشغب موجود في الملاعب العربيه، لكن يعني هي ناقشت قضايا كانت جميله جدا. برضو الصحافه الورقيه والمخاطر اللي بتتعرض ليها في ظل الصحافه الالكترونيه. طبعا استاذ رضوان يعني كان مشرف على الدوره، ويعني حاضر فيها الدكتور اشرف صبحي تحدث ايضا عن التسويق والاستثمار، وكان موجود فيها حوالي 66 صحفي من الوطن العربي من كل الدول العربية بصراحة، من فلسطين، عمان، الجزائر، المغرب، ليبيا، كل الدول العربية كانت موجودة، وكانت في ورش عمل يعني ناجحة جدا. يعني أنا استفدت، وأعتقد أن الناس اللي كانت حاضرة أكدت الاستفادة. أكيد. طيب طبعا الناس كتير من اللي بيحبوا رياضة السيارات والسباقات السيارات عارفين أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة اللي بتنظم جولة من جولات الفورمولا 1 داخل أراضيها، عندها حلبة فورمولا 1 جيدة جدا، ما كانتش ممتازة على ذكر الاتحاد بتاع الفورمولا 1. هل زرتوا حلبة السباق؟ طبعا رياضة الفورمولا 1 وسباقات العربيات في البحرين. هو طبعا السباق هيبقى 4 و5 و6 ابريل، فطبعا ايه يعني خصوصا الاستعدادات بقى، لكن تابعنا احنا طبعا معروف ان حلبة البحرين يعني واحدة من حلبة دولية، يعني حاجة سحر وخيال. السباق بيقام هذا العام لأول مرة ليلا، كان قبل كده ما بيقامش ليلا، فطبعا ده الجديد في السباق هذا العام. هي دي الصعوبة على السباق. طبعا الأجمل من كده دكتور برضو ان في فعاليات جميلة جدا بتصاحب هذه الفعالية. طبعا نقول حرب على التذاكر طبعا. يعني طبعا حفلات غنائية، تذاكر المشاهدة، طبعا حدث كبير في مملكة البحرين. أكيد. طيب احنا يعني وقتنا قليل، فاحنا هنقدم التقرير، تقرير طويل تقريبا 12 دقيقة، وهنختم قبل التقرير يعني. فلو حضرتك عاوز تقول كلمة على التقرير سريعا. والله أنا يعني عايز أشكر مملكة البحرين حقيقي، ناس طيبين، ناس متعاونين، كلام مش للشو الإعلامي، بشكرهم على أنهم استضافوا البرنامج، بشكرهم على التسهيلات، بشكر يعني الأستاذ عبد الرحمن عسكر، بشكر كل المسؤولين عن الرياضة في البحرين، بشكر الفضائية المصرية الأستاذ محمود عبد السلام، بشكر الأستاذ مجدي لاشين رئيس التلفزيون، بشكر التلفزيون المصري، لأنه بصراحة يعني اللي عملوا برنامج استاد العرب تفوق فيه على الفضائيات. ويكفي يا دكتور سامح إن ما كانش موجود في المباراة غير برنامج استاد العرب وإحدى الفضائيات العربية اللي شارية المباراة، ورغم كده سابونا نصور ونسجل. فده وبشكر الأستاذ أحمد شرباج المخرج اللي اشتغل كام شغلانة كده مع بعض وطلع الشغل كده يعني بهذه الطريقة. فتحية فعلا للفضائية المصرية، وتحية لك يا دكتور سامح. شكرا لك يا أستاذ جودة، وحمد لله على سلامة حضرتك. أنا بشكر أستاذ جودة أبو النور الناقد الرياضي بالأهرام والمحلل الفني للبرنامج، نشكر جدا أستاذ جودة، وكنا سعداء بوجودك معنا النهاردة. أشكرك يا دكتور، وبالتوفيق في المستقبل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مع برنامج استاد العرب. هنسيبكم مع تقرير مع أمين اللجنة الأولمبية البحرينية الأستاذ عبد الرحمن عسكر، تقرير شامل لكل الزيارة وفي تفاصيل كتير، استمتعوا بيه، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. شكرا لكم.
وتواجدكم معنا في البحرين. وجودكم مرحب فيه وسرنا كثير، خاصة أن أنتم يعني من ذوي الخبرة في 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 مجال الإعلام الرياضي، وإن شاء الله تكون ما شاهدتوه هنا في البحرين عكس فعلا تطور الحاصل في الحركة الرياضية في مملكة البحرين. التاريخ مثل ما تفضلت ما هو طويل، يمكن تأسيس اللجنة الأولمبية في فترات الأولى كان على عاتقها أن هي تم تنظيم العمل الأولمبي، اتصالات الخارجية، تسجيل البحرين ضمن اللجنة الأولمبية الدولية. فهذه فترة كانت من الزمن كانت برأسة معالي الشيخ عيسى، وهما اللي حطوا اللجنة الأولى. امتدادها إلى الفترة الحالية في قفزة كبيرة، يعني كانت نتائجنا سابقا إن كانت على المستوى الرياضي كان عندنا نتائج جدا مميزة على المستوى الآسيوي. اليوم احنا عندنا أبطال أولمبيين، مريم جمال في لندن. فالتطور إن كان الإداري كبير وإن كان رياضي فكبير وملحوظ. فالخمس وثلاثين عام هذه كان كل سنة وكل جيل يجي وكل إدارة تجي تكمل ما تم التخطيط لها. فهي اللبنة الأولى اللي وضعتها الدولة متمثلة في مجلس الأعلى للشباب الرياضة أثناء تأسيس اللجنة الأولمبية، هذه اللي ساهمت. يمكن توجيهات سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله أيام ما كان ولي العهد ورئيس مجلس الأعلى للشباب الرياضة، توجيهات السديدة في تلك الفترة هي التي أوصلتنا اليوم إلى ما احنا عليه على المستوى الرياضي. تعرف أن البحرين يعني كبلد صغير، تعدادنا قليل، لكن التنظيم اللي حدث في إن كان من خلال العمل الإداري المنظم الاحترافي، ويمكن الجهاز الأجهزة تأهيل الأجهزة الإدارية وتأهيل الأجهزة الفنية، ويمكن الاهتمام باللاعبين، هذه والدولة يعني طبعا شهدت طبعا تطور كبير في البنية التحتية. هذه ساهم يعني عمل اللجنة وتخطيطها وضعوا خططهم برامجهم من اليوم الأول إلى ما وصلنا احنا اليوم برأسة سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى لشباب الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، كمل لما تم التخطيط له سابقا. ولله الحمد هذه ما تم التخطيط له سابقا الحمد لله أنا كان التخطيط سليم، ونتائجها اليوم يعني نفتخر فيها. الحكومة يعني ما قصرت، في هناك موافقة من الحكومة الموقرة بناء المباني للأجهزة الرياضية المجلس الأعلى والمؤسسة العامة واللجنة الأولمبية، وراح تكون خلف استاد البحرين الوطني. ففي طور تجهيز الرسومات والمواصفات، وهذه راح إن شاء الله يأخذ لها وقت، لكن هذه يعكس مدى اهتمام الحكومة، وهذه كلها توجيهات من سيدي حضرة صاحب الجلالة بالارتقاء بالحركة الرياضية. يوم ما يكون عندك الجهاز الإداري المسؤول عن الرياضة عنده من الأجهزة أو المكان اللائق اللي ممكن هو يبدأ من خلال العمل، فهذا بيكون أكيد يعطي دافع لتحسين الخدمات اللي احنا قاعدين نقدمها. فهذه يعني يعكس اهتمام الدولة، وحنا من صوبنا بعد يعني مقدرين هذا الشيء، وهذه راح يحملنا مسؤولية أكبر لما يكون في اهتمام من سيدي حضرة صاحب الجلالة ومن سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد. بنا احنا كرياضيين إداريين وفنيين هيعطينا يعني خلينا نقول حملنا مسؤولية أكبر، وإن شاء الله نكون قدها. والرياضة البحرينية تستحق الاهتمام، ما شاهدناه شيء كبير الحمد. يمكن تم تدشين استراتيجية من فترة، الآن احنا ركزنا في تفعيلها
بنحط لنا خطط عمل عليها. أكثر ما يميزها هو اهتمام بالبطل الأولمبي ونشر الثقافة. يمكن هذه الجزئين اللي احنا ركزنا فيهم تثقيف الوسط الرياضي بأهمية الرياضة وبالميثاق الأولمبي وبالحركة الأولمبية. يمكن هذه خلانا اليوم ننزل إلى المدارس نعمل أولمبيات المدرسية تعاون مع وزارة التربية والتعليم. أيضا احنا ربطنا استراتيجياتنا بموازنات اللي احنا طالبينها، فكانت الاستراتيجية اللي وضعناها لها طبعا 7 أهداف. الأهداف هذه حولناها إلى أهداف تشغيلية، إلى مبادرات، حولنا المبادرات هذه إلى برامج، والبرامج حطناها ميزانيات. لما جينا احنا تقدمنا للدولة بالموازنة المطلوبة كانت كلها مربوطة مع بعض وكلها تخدم سياسات اللي وضعتها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فكانت مقنعة لأصحاب القرار أثناء تحديد الموازنة المطلوبة. يمكن أنا لأن بديت لاعب وبعدين درست تربية رياضية ورجعت واشتغلت إداري وبعدين مدرب إلى ما وصلت إلى المكان هذه، يعني إحساسي بما تقدم الحكومة عندي إحساس اللاعب وعندي إحساس الإداري. اليوم أنا مسؤول في اللجنة الأولمبية عن الحركة الرياضية والاتحادات، فيمكن أكون قريب جدا من أصحاب القرار بلا يعني مبالغة وبكل شفافية. اللي نعيشه إحنا في البحرين من اهتمام من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعني شيء كبير جدا. اهتمامه إن كان دعم موجود، دعم مالي سخي، إن كانت بنية تحتية موجودة، وهناك كثير من المنشآت في طور الإنشاء، موضوع لها برنامج زمني، إن كان في التحفيز. يعني ما أخفيك جلالة الملك يكون يمكن أحيانا أول مهنئين لأي لاعب يكون يحقق إنجاز. هذه الكلام واقع تقدر تتأكد من حتى من اللاعبين. فالاهتمام اللي موجود من التحفيز توفير الأمور هذه كلها تعطيك دلالة بأن الحكومة فعلا راعية وداعمة للحركة الرياضية للشباب البحريني. في كثير من المواقف اللي مرت في بعض الرياضيين مروا ببعض الحالات إن كانت إنسانية ولا ذي، وجود أصحاب القرار الحكومة راسم جلالة الملك سمو الشيخ ناصر وقوفه معاهم في هذا المواقف كان لها الأثر كبير. هي مثل أكبر دعم ممكن إحنا نبغي نحصله كلاعبين ولا كإداريين. وأيضا إن كان الاهتمام من قبل رئاسة الوزراء سمو رئيس الوزراء، يعني التقاء باللاعبين بالفراغ بالمنتخبات أثناء إنجاز حضورهم، حضوره لبعض الفعاليات، فهذه يشكل دفعة كبيرة. وأيضا سمو ولي العهد لما نشوف يعني اهتمامات سموه رغم مشاكل الكثيرة، لكن الرياضة هي أحد أولوياته هو أني على سمو رئيس مجلس الأعلى لشباب الرياضة سمو الشيخ ناصر. يمكن أنا عملت في اللجنة الآن لمدة عام، وكنت سابقا فعلا من شخص إنسان جدا متفتح وإنسان جدا يعني متعلم ومثقف رياضيا وجدا خلوق وقريب يعني من أي مشكلة أو من أي إحساس إحنا نحس إن لابد إن يكون في سند فنلقاه إحنا موجود. أنا الكلام ذي لما أقوله أنا لمسه، وأنا يعلم الله أنا ما عندي يعني ما أبالغ فيه، بس فعلا بصفتي أمين عام اللجنة الأولمبية عندي هذا الإحساس. هو إنسان رياضي على مستوى جدا عالي، هو فارس، هو رامي، هو بطر، كان رجل حديدي، تراي أثلون، عندك ما شاء الله في الدراجات، في الجري، لاعب كرة قدم، لاعب شامل في كل شيء. فوجود الله يسلمك على رأس الهرم جدا جدا كان دفعة لتطوير هذه الحركة الرياضية اللي قاعدين نشاهدها حاليا. يعني نجي حق معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم،
شخصية محبوبة جدا، وهو موجود حاليا رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وصوله لهذا المكان ما جاء من فراغ، نظرا لفعلا خبرته وتألقه في مجال عمله. شخصية جدا محبوبة وقريبة من الكل، ويعني الوسط الرياضي علاقتهم به جدا وطيدة، هو حاسس فيهم. فهذه الأمور لما يكون صناع القرار أصحاب القرار على علم وعلى دراية وقريبين من خلينا نقول الشارع الرياضي، من الهم الرياضي، هذه ما في شك أنها يطور. فأنت من جلالة الملك الرياضي الأول، والرياضي هو فارس من الدرجة الأولى ما شاء الله عليه، لاعب كرة قدم سابقا، فهو لاعب جولف، لاعب تنس، فجلالة الملك رياضي 100%. فمية في يعني أمر طبيعي أن يكون اهتمام ابنه لإحساس الرياضي، بإحساس اللاعب، لأن احنا نحب الرياضة أن في دائما عندنا يعني في عندنا نظام، وعندنا شخص عارف النظام ومارس فيه، فبيكون قرب أبك قراره بيكون مختلف جدا، يمكن وقوفه بشكل أكثر. فهذا نحن نحتاجه، والله الحمد هاي متوفر. اللجنة الأولمبية البحرينية يمكن احنا قريبين من الاتحادات كلها، إن كان هناك أي برنامج أو أي كان نقول اتحاد محتاج دعم، إن كان فني إن كان مادي، فتلقى أصحاب القرار في اللجنة الأولمبية موجودين، وعند يعني على ما نقول عند الحاجة تلقاهم يعني دائما جاهزين.